وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرح من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم نؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم